Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, généralement, parlons qui fait une incrémentation ou décrémentation avec Kotlin. Donc voilà, alors haja, bishnamel incrémentation, donc bishnamel variable adi, donc var, mathalan, x, ou n'hot type mtao, donc type mtao n'amel 2 points, n'hot type mtao, donc n'amel int, voilà, n'hot yo, ce j'en hab, mathalan, n'hot 10. Voilà, on va prendre la variable ethénia, on va prendre y, on va prendre le type de ta entier z, on va prendre juste par exemple, bah, voilà 10, ben, 10, donc, ok. Donc, on va prendre l'incrémentation. Donc, qui fait que je prends l'incrémentation, il faut que je prends une méthode, je prends l'incrémentation. Donc, qui prend l'incrémentation, on prend x. Donc, on va prendre x reçoit, est égal, reçoit, x plus 1 x l'ordinement plus x il va être variable x taille là ou tu mets des x là des 10 ou tu dis 1 toi les 11 ok haka ça marche ou bien sûr je n'en veux l'affichage bel print ln on en a x ok mais là je prends ma méthode okay. Une méthode de fini chine une méthode de fini en lectamen taille tool ما تعمل ما تقعد في variable هي بدي وتعمل x هكا plus plus x plus plus donc هكا عملت incrementation tool tool voilà فما الميثود الثانية اللي هي شنيا décrémentation décrémentation جربها على y مثلا donc هذيك بارتي x donc في y نعمل مثلا في ديكريمونتاسيون نجم ميثود الاولى اللي هي تعيط لي y وزيد تعيط لها مرة اخرى وتعمل موانزا هذه ديكريمونتاسيون و بيان سور تعمل برينت لين كيف العادة باش تعمل لافيشاج نتاعك وتعمل y اوكي و توا زادا تنجم في عوض ما تعمل هذا كل هيك جوست نحي هذه البارتي وتعيط طول تعمل x موان موان فوالا كي نعمل توا نرانيو الكود نتاعنا ونشوفو شنو باش يصير دونك كيما تشوفو لا نطلع عندنا لنا 11 اللي هي x بلاس بلاس دونك اللي هي 10 10 بلس 1 اللي هي 11 بالنسبة للي y اللي عملناها ديكريمونتاسيون موا موا دونك نحينا منها واحد باش تبقى 9 بيان سور دونك تنعطينا لنا 9 دونك فوالا هاي كيفاش نعمل انكريمونتاسيون كيفاش نعمل ديكريمونتاسيون وحاجة سهلة على الاخر اوكي توا باش نوريكم حكايه سامبل على الاخر اللي هي كيفاش باش نعيط نحي هذا الكل هكايا دونك باش نحي هذا الكل وهذا زاد نحي وهذا اوكي نحي باش نعيط للإكريك واش نحط في وسطها اكس بلس بلس ولا اكس بلس ونجرب باش نافيشي الإكريك بيان سور لان نشوف شنو باش يصير اسكو حسب رايكم باش تطلع لي 10 ولا باش تطلع لي 11 نجربو ونشوف دونك فوالا كيما تشوفو طلع لنا 10 ما طلعليش 11 علاش يا ترى علاش مش قلت لي يا سمر ديك لي راهو x بلس بلس ولا x بلس 1 هذيك انكريمونتاسيون وبكري شفتيها اللي هي تزادت ولات 11 شبيها توا ما ولات 11 نقول لك علاش على خاطر هو كي عيط حط الـ y فاريابل y وحط في وسطها x بلس بلس يعني هي x بلس بلس باش تطلع لك 11 بالنسبه ليك مي هو كي يجي باش يقراها باش يقراها من الاول باش ياخذ طول x ومن بعد يزيدها دونك هو خدا x ومن بعد افيشها طول فهمت ولا يعني هو خدا x اللي هي محطوط فيها 10 ومشى على روحه دونك انت كان باش تحب تظهر لك 11 شنو تعمل تولي لو بلس هذوكم معناتها التيرانين تردهم من قدام هكا وهكا تولي تطلع لك 11 وما عادش تطلع لك 10 وهكا تصير لانكريمونتاسيون بصحيح اي فوالا توا طلع لنا 11 دونك هكا كيفاش نعملو لانكريمونتاسيون كيفاش نعملو ديكريمونتاسيون دونك كان عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشير مع صحابك كيما استنفعت انت خلي صحابك يستنفعو اوسي دونك نتقابلو في الفيديو الجاي ان شاء الله بالسلامه